ضمن منافسات الدوري ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، سيكون الأهلي على موعد مع فريق سموحة. دافع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن الاكتفاء بفرض عقوبات جزئية على روسيا بعد اكتشاف تعاطي ممنهج للمنشطات برعاية الحكومة. عينت اللجنة الأولمبية الدولية لجنة مكونة من 3 أعضاء من المكتب التنفيذي التابع لها للبت في مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد ريو الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.